هسه مثلا هذا السؤال عندي بين مائل. هسه هذا بيمنعني عن الحركة، كما حكينا بنعرف انه بيمنعني عن الحركة عن وين وين، اكس واي، فبيمنعني عن الحركة زي هيك، واذا بيمنعني عن الحركة زي هيك. هسه انا بفضل انه لما احل بين سبورت احله دائما اكس واي زي هيك، بي اكس بي واي. هذا السؤال بيطول معي، يعني بتقدر تدبره حالي شاذة، وبدون ما اقول لك بتقدر تدبره حالي شاذة. هون شو عمل بهذا السؤال؟ عمل بهذا السؤال انه اخذ محصلة البي اكس والبي واي هيك، طبعا زاوية 30 تطلع 30 منهم، تمام. فاعتبر هاي اسمها نورمال بي لحالها، اعتبر انه بي واي بتساوي ان بي كوساين ثيتا، واعتبرها ان بي ساين ثيتا، يعني اعتبرها مجهول واحد. ولكن انا بقدر احله على شو اسمه، على اثنين، يعني عادي. بس هذا السؤال بالذات حلو على اساس قوه واحده كونه سبورت. في اسئله ثانيه ما تزبط تزبطش معك. هون ما عشان ما تقول المسافه، لو مش عطيك المسافه تزبطش معك. فهذا انه هو عادي، يعني بس الفكره انه حلل امشي سيجما في اكس، هسه بحلله على اساس مش بي اكس وبي واي، لا ان بي كوساين وان بي ساين. فشو بقول له انا هسه؟ سيجما مومنت عند باخذ الشيء الاسهل. لو اخذت مومنت عند البي ما انا شوف ما انت اشرح لك ليش اخذت عند الاي. لو اخذ المومنت عند البي بتعمل رياكشن هاي هيك، وهي بتعمل رياكشن هيك، صح؟ فانه عمل مجهولين اطلع مجهولين، ليش لا؟ دائما باخذ عند مومنت بصفر لي مجهولين، باخذ مومنت عند ايه بطلع معي ان بي في 0.75، او بحكي ان بي كوسين وان بي ساين، باخذ مسافه عموديه. بس كونه معطيني الوتر، ليش ما اخذ مسافه الوتر مباشره؟ فان بي في 0.75 و60 في 1 و90، فبراعي الاشارات بتطلع معي ان بي. خلاص بعد ما طبق سيجما اف اكس بتطلع لي الاي اكس، سيجما اف واي بتطلع لي الاي واي. هاي الحاله بس هذا السؤال اعتبره حاله شاذه، يعني هذا السؤال سهل، هذا فيكس سبورت. هو حكى لانه فيكس او ما حكى ليش انه فيكس، بس هو واضح انه فيكس، يعني لو كان بين بزبطش انه بصير مجهولين بصير انستيبل، فهذا الشيء فيكس. هم محل قوتين صح؟ هذا عليه اكس واي ومومنت اكس واي، بحلل وبحول المسافات صح؟ اكيد لازم دائما مومنت بدك تحلل. فعندي هاي بتعطيني 12 على 5، 12 على 13، وهي بتعطيني 5 على 13، وهاي نفس الشيء كوسين 60، وهي بتعطيني ساين 60. خذ اول شيء بما انه فيكس سبورت، فيكس سبورت لا تبلش عند المومنت، لانه تبلش عند المومنت عادي بزبط، بلش عند المومنت تمام. بس انه ممكن دائما بحبش انا دائما، يعني خلص تعودت من هون لتخرج. انت كاتب ايش دائما لما اشتغل فيكست اسيب ما اف واي بعدين اكس بعدين مومنت، انا هيك بحب اخذ. بس لا، خذ المومنت عند اي بطلع رياكشن مومنت، خذ سيجما اف واي بطلع اي واي، سيجما اف اكس تطلع معي اي اكس. يعني هيو يعني ما فيهوش تشابتر 2 دي ما في اي شيء صعب، يعني هيو طبق الثلاث معادلات مستحيل تطلع غيرهم، مستحيل مستحيل بقول لك اياها، يعني مفهوم الاشي تشابتر 5 2 دي ترى 3 دي سهل، ماني بعرف شو فيه، هسه راح اعرفه معكم ان شاء الله. فهذا عندي بن سبورت وعندي رولر سبورت نفس الفكرة، هاي وهاي بتعمل لي سطح مائل. هسا إذا بلاحظ إنه لو أخذت المومنت عند بي بعمل لي اي اكس واي واي بيعملوا مومنت بصير مجهولين، ولكن لما أخذ مومنت عند اي هذا ما بيعمل لي بي اكس وبي واي لأنه هذا رولر أصلا، بس أصلا بي اكس هي نفسها ان بي ساين 30. فالفكرة إنه لما أحلل بدلات ان بي واحدة بيطلع معي مجهول، باخذ سيجما مومنت عند الاي بعطيني الان بي، باخذ سيجما اف اكس بطلع لي الاي اكس، باخذ سيجما اف واي بطلع لي الاي واي. اللي بدخل بضاك التحليل انتبه على التحليل دائما، هي اعطاني زاويه 30 زي هيك في الرياكشن بما انه عمودي، ف بكون زي هيك هاي الزاويه هي 30 بتصير. فكوسين 30 كوسين 30 بيعطيني هو الواي، وساين 30 بيعطيني الاكس. ايش هو هذا يعني اللي بدك تثبته انه هاي 30 وما بتصير ارقام الزاويه هذيك 30 وهاي 60 وترجع 100% 100% سأثبتها شرحها على اليوتيوب كاملة على أكثر من فيديو كمان. هذا السؤال أصلاً مش عارف شو هو أصلاً، بس إنه بما إنه مربوط بين حيطين أعتبر ماريو ما يكون عندك فري أكشن من الجهتين تأخذ واحد بس. هو فكرة إنه أعتبر إنه سؤال واحد، يعني أعتبر إنه هاي فصلها فك عنها حل، بس يعني مش صعب يعني أفكار عادية، بس إنه ميّل المحاور. هو بين لك شغل التمييل المحاور، أنا يمكن ما شرحتها لانه انا صراحه شرحتها بمراجعه الفصل الماضي، يعني في عندي على اليوتيوب قناه اسمها استاتيك مراجعات،
في بحدود 7 فيديوهات، في فيديو منهم شرح السطح المائل وكيف تتعامل معه بالتفصيل. يعني هسه بالفاينل مش راح اعمل مراجعات لانه في فيديوهات مسجله جاهزه لإلي، واللي راح اشرحه بالفيديو هون راح اكون شرحه فيديو هناك، فانا ممكن ما اصير اعمل مراجعات، يمكن اعمل التراس اخر شيء لاني ما شرحت التراس. اما كشغلات مايلي موجوده على اليوتيوب دور بالفيديوهات، المشكله مش برقمهم، كاتب مراجعه واحد مراجعه اثنين مراجعه ثلاث، بس مش عارف اي فيديو فيهم. فانت بلش وشوف الله يعينك. ما دخلتك هورن كلهم قبل الفاينل كالفاينل يعني. هذا سؤال، ما فيش برغي هون، فيش نقطه هون، فمباشره مومنت وهي بتتحرك لفوق وتحت، معناته بتعمل لي رياكشن اكس حل رياكشن واي رولر. يعني هاي الفكره، 2 فورس و 3 فورس منبر مش هالشيء العظيم، مش مفيد بال يعني ما بستعمله، بستعمله بشابتر 6 اصلا وبصير تم الشو فورس منبر بستعمل شيء ثاني. يعني حتى بالسترينث مباشره وتشوف برغيين، يعني هذا الحكي اللي هذا انه قوتين على نفس الخط وعكسات المقدار مساويات الاتجاه بيعملوا لي 2 فورس منبر ماشي. بس انا بقول لك من عندي دائما اذا شفت برغي مربوط ببن فمباشره بدلها بوصله، اعتبرها لينك ممبر. ليش؟ لانه هذا الشيء اصلا راح تاخذه بشابتر 6، تفصل عند الهاي تعمل لي رياكشنين، تعمل لي رياكشنين وبتحل هاي لحال، بعدين بتحل هذا لحاله وبتحل السؤال. يعني شغلات مش لسه مش ماخذين. السؤال اللي تحتي عبد هذا نفس التراس ولا شو بده؟ هذا التراس بس طالب رياكشن، بس يعني بمهد لك، مهد لك كيف التراس. يعني هون بس بحلل عند البي هون كانه بن ما فيش بس قوه واحده عند البي. قوة واحدة عند البي، عند الايه ثنتين كأنه ثنتين عادي اكس وواي ثنتين سيجما مومنت عند الايه خذ، لا تأخذ عند البي لأنه في اكس وواي بصير بجوكك دائما خذ ايش اللي بصفر لك مجهول. سيجما مومنت عند الايه بتطلع البي، سيجما اف اكس بتطلع الايه، اصلا الاكس بتطلع كم؟ 5 سالب 45. هاي اربعة المسافة اللي معطيني اياها، اربعة من عفة الخمسة القوة الخامسة عند ايه؟ هسا بدك تأخذ المومنت عند ايه؟ هسا أخذ 5 × 4 في 5 × 4 سالبة بس لين. مش مشكلة إشارات، المهم المقدار. طيب وعندك البي كأنه هاي قوة البي بأربعة ساين الخمسة وأربعين. أي ها أنا واحد البي لا ملي أنت عملي مسافة زائد 6 6 زائد 6 أو زائد 4 كوساين 45 كوساين، فهاي المسافة كاملة سهل سهل. 10 بتعمل 2 زائد 6 كوساين 45. عادة سهلات سهلات ما تخافوا. هسا هذا السؤال اللي أنا بالنسبة لي بحس فيه مشكلة، بحسه مش صح أبدا. هذا أنا تفسيري الوحيد. ما هو هذا أنا كل واحد سألني أنا بقول له في خطأ أتركه. خطأ مش مني. هسا هذا لو بدي أعتبره مباشرة زي هيك، هذا بيعمل لي رياكشن هيك صح؟ ماشي بما رياكشن هيك، وهذا المومنت هذا بيعمل رياكشن هيك، وصار عندي ستيبل صح ولا لا؟ لازم ثلاث نقاط يعني. لا ما هو مش هم هون ما عنديش لا رياكشنين صح ولا لا؟ لا ما هي هاي بين اللي عند الايه صح ولا لا؟ لو بدنا نرجع لها على الحاله اللي هي الاكزامبل حاله شاذه اعتبرها شاذه اخذها الان، هذا مش يعتبرها قوه واحده؟ بس هاي مش بين، هاي سموث سبورت. كانوا هاي يعني هذا هاي يعني بيقدر يتحرك، هذا الحديدة هاي تقدر تتحرك يمين شمال عادي، يعني عليها نورمال فورس من الحديدة نفسها. مش عارف بس الفكرة اللي بدي اقول لك اياها انه هذا السؤال لو بدي احله زي هيك ما بنحل على شغلة السطح المائل. انا هذا السؤال بروح انا بمسكه مباشرة بقول له اكس اي واي وبي واي وبحل عادي، يعني ولا زي كانه في سطح مائل. صار اللي بدي احكيه يعني ليش مش عارف. انا لما كتبته هاي اكتشفت انه في شيء وبدي امسحه من التسجيل لانه مش الاهميه. كيف حاله طيب الكتاب؟ الكتاب حاله ولا شيء، معتبر اي اكس واي واي وحال عادي، مش معتبر انه في مثلث 3 4 5 اصلا. مزبوط هيك حاله، هيك حاله اصلا. اسمع انا بقول لك اياها، ليش بقول لك تحلوش على هيك؟ انا استغربت هيك انا كنت انا هيك ايوه هيك كنت حاطه بس استغربت. حلو هيك وخذ سيجما اف اكس ما بيطلع معك جواب نفسه، ما بيطلع معك صفر اصلا، ما بيطلع معك زيرو. ليش؟ مش راح يزبط معك زيرو. انا فسرتها بحالي واحده
انه لو حسبتها زي هيك بصيروا انستابل انستابل هون، فانا ما بحلش انستابل، دليل انه ما صار سيجما فيكس ما اعطانا صفر. اما لو حليته على اساس رياكشنين ما بلتقوا النقطة، فصار عندي ايش نحل. انا هيك فسرته، اذا له تفسير نوع البن نوع الاشي ما بعرف صح. بس انا هذا اكثر تفسير قدرت اوصل له، هذا بن 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 اربع رياكشن ما بقدر احلهم، ولكن عندي وصله بقدر احل الوصله بدلها بقوه هاي تو فورس ممبر اللي هي هين وصله كله كله هذا بشابتر 6 بتعتبرها لينك ولا تو فورس ممبر ولا توجه راس؟ انا هذا بحله بطريقتين صح بقدر اقول لك بقدر احل بثلاث طرق، بس الطريقه الثالثه ما بتناسب هذا الشكل، بتناسب اشكال ثانيه لقدام، يعني ما بنحل على الطريقه الثالثه، يعني الطريقه الثالثه شيء اشكال زي هون ايزي هسه 3 دي بتكون صح هاي يلا ولي 3 دي. طيب احنا عرفنا من تشابتر 2 3 دي كيف تعمل معه قوة X والY قوة Z وبنشتغل فيه احداثيات بوزيشن فيكتور اي شيء. هسه المشكلة بهذا التشابتر بنشتغل عادي، عندي هنا كيبل برضو الكيبل بطلب قوة، يعني شفت كيبل بسؤال 3D بطلب قوة واحدة، كيف اتجاهها؟ بكون مطيق خط عمل قوة، يا بيعطيك كوسين وساين، يا بيعطيك متجهات، يا بيعطيك اسقاط، اي شيء، يعني بيعطيك الفيكتور سيلها انت بطبع. واذا عادي 3D وشفته سموث زي هيك عليه فورس واحدة زي الرولر، والرولر نفس الاشي. هسا الاشي الجديد اللي بيختلف عن هناك اللي هو اذا عندي هاي البول اند سوكت، انت هسه بدك تشوفني انواع، هنا انا ما بعرف شو هن هذول، بس بقول لك لو تشوف هذا الشكل بيعطيك ثلاث فورسز هاي. طيب هاي هذا الاشي هذا الاشي بتحرك، يعني هذا الاشي انا متخيلت شكله، يعني بقدر اقول لك ليش الرياكشن طلعوا هيك، هذا بقدر اسحبه بقدر اسحبه بقدر الفه صح بالنسبه للواي، ولكن على الزد والاكس لا بقدر الفه ولا بقدر اطلعه، فعملوا منعوني رياكشن اف اكس اف زد ومومنت ومومنت، ولكن على الاكس بتحرك هاي. انا هاي عرفت افسرها، يعني هاي يعني هاي ابداع. هاي نفس الاشي بس ايش هاي مربع جاي مستوب مربعة، فانه ما بتلفش بتفوت بس ما بتلف لحفاف مدقرية مدقرة بتقدر تقول، ففي امواي اللي بعدها حسيتها انا مصمطة من هون مصمطة من هون فما بتلف فما بتلف ولا ايش بتلف قصدي بس مصمطة، فما في اشي يمنعها عن الحركة باتجاه الواي. انا هيك فهمتها برضه، بعرفش إذا أنها صح بس هي هيك أنا تخيلت الشكل، يعني أنها مصمطة من هون مسكرة. هي بتلف. تحركش على الواي. أنا هيك فسرتها وشكلها زبطت. وإذا عندي سينجل سبون بث، يعني شفت هذا الشكل بعمل رياكشن هذول. إذا عندي سينجل هنج هنج عادي، هذا الهنج ما بتحرك من اليسار بس ممكن يلفه. وهذه والفكس سبورت أكيد الفكس سبورت اللي وصلت مجهيل. سواء بتودي كان ثلاث بالسيد يكون سكس. هسا هذول رياكشن أنت خليهم قدامك تطبعهم على جنب وقت المد. على أساس إنه إذا شفت الشكل تحل على أساسه طلع الرياكشن. طيب الأسئلة كثري دي، يعني مثلا هذا فريبت ديجرام هاي حالة المفتوحة وبتمشي يمين يسار فما في رياكشن على الواي، ففي عليه بس على الزد والهاي، والسي نفس الفكرة بس هاي السي بتفوت على الزد فالرياكشن لها واي وإكس فهي فعلا، والبي بي نفس الفكرة هاي زبطت معي. تخيل هذا كيبل طبعا ايش هسه هون بكون معطيك ابعاده بسجن فيكتور حالته حاله وبتحله بتحله طبعا على المعادلات اللي هم سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت، ولكن الاكس والواي السيجما اف اكس بتاخذ اضافه الان سيجما اف زد، والمومنت بتاخذ المومنت حول محور الامتداد لها، يعني مثلا مش بتاخذ مومنت عند ايه بتاخذ المومنت حول محور ايه، عند البي اكس كبير بتعتبره اكس فتحه او اكس تاخذ المومنت عند البي او انه على محور بي. انا هيك فهمت من حل الكتاب صراحه. هو جمال انت محاور كويس تاخذ عليهن. انا هيك فهمت صراحه، هذا سنجل هنج في له معادلات ف يعني خلص زي ما قلت لك بتعرف اتجاه الرياكشن وكذا وبتحل طرق الحل هيهم سيجما مومنت اف اكس واي وام واي زد الكونكريت وما كونكريت الستيبل والستيبل شرحته اول شيء شغلة ال تعرف بيجي عليها سبرين ستيبل اون ستيبل، يعني بقول لك ممكن اجيب لكم على البيم بس على تراس لا ترس مفروض انه اشرح لكم اياه بس لانه مش داخل ستي كامل، انه يعني سلامي كان يجيب الفصل الماضي كدكتور سلامي شو ماله كان يجيب احمد سلامي جاب لهم
ستيبل ومش ستيبل وهي سؤال. جاب لنا بالكوز الثاني. هي سهلة يعني، بس عليك تقاطع. بس انه هذا الاشي، هذا الاشي بالكتاب بستركتر 1 مش استاتيك. هاي الفكرة. في شغلات بالستاتيك ماشي موجودة بالكتاب. بس انت كسلي بس وكذا مش ضروري تتعمق بشغلات كثير. يعني 3D انا بالنسبة لي في خلاص التخصص ما بناخذ اشي اسمه 3D. ليش احنا ناخذ 3D ونتغلى فيه ونحله؟ هاي الفكرة بس. مثلا هذا هذا كيبل فإله تنشن. التنشن كيف اليونت فيكتور إله؟ كيف الكذا؟ عندك هاي السي، عندك هاي الاي مثلا. طلع اتجاهه الاحداثيات وكذا تشتغله. تعرفوا فرضه هو وفرضه لفوق، لأنه بدك تشتغل على هذا الشيء. مثلا هذا رولر سبورت في الرياكشن بس هيك. كانت هاي اللي ابصر شو اسمها فيها ثلاث رياكشن. سكت اند بول هاي ابصر ايش. في هنا عندك عندك انت مجهول، مجهولين ثلاث اربعة خمس، خمس مجاهيل عندك بالسؤال. بكل بساطة بتطبق سيجما اف واي وسيجما اف اكس وسيجما اف زد، بتطلع مثلا هاي هون صفر لك البي اكس والبي واي، صفة ثلاث مجاهيل، ثلاث مجاهيل. بس احنا كنا بالتودي شو كنا نعمل؟ كنا ناخذ سيجما مومنت عند الاي، بس هون ما في مومنت عند الاي، فايش بعمل انا؟ يعني ما فيش بقدر اشغل مومنت النقطة اصابع وكذا، باخذ لا بفرض مثلا هذا محور اكس، باخذ المومنت عند الاكس. تمام؟ لو بدي احل مشان اوجد رياكشن واي مثلا، شو بعمل؟ بروح عند بي باخذ محور اكس باخذ المومنت عند الاكس، ها بسمي اكس فتحه هي تطلع، باخذ المومنت عنده بشتغل على الاصابع 300 في 3 مثلا، ركب المومنت 200 بتعمل زي ما هي بالضبط، بتعمل لي على محور اكس فما بتعمل على محور واي. اعتقد تكون فاهم السكشن 9 من شابتر 4 بمشي مع كونا بال مش سكشن 9 سكشن 7 و 8 او ال 3 دي بالاصابع سكيلر في سكيلر سكيلر كون اي هاي قص قص هاي بدها هيك سلافيها انت اذا فهمت شابتر 4 خلاص كل الماده ترى ما خلص فرط 6 6 بترجع على شابتر 3 شابتر 7 لازم تجدد شابتر 7 هو يعني هسه انا قلت لكم لما دخلت 5 دخلنا عالم المدني صح شابتر 7 اول خطوه منه رياكشن غلط بالرياكشن السؤال اختفى خلاص انت تحلمش تحكي جبت فول انه هاي الفكره بتطبق نفس المعادلات فانه حله طويل فالدكتور حسب حسب مطلب رياكشن اوجد رياكشن بي اكس بي اكس واي هسه الدكتور حسب شفت في الاستراكشر 1 طلب منهم سؤال 3 دي ترس مش بي بس انه كان نفس الفكره كان طالب منهم قوه منبر معين ما جاب شيء اني احل مومنت هون مومنت هون مومنت هون لا يعني مثلا بهذا السؤال مثلا شو ابسط خطوه مثلا سؤال فيش شيء بسيط انه يطلع لك شيء مجهول مباشره صح ولا لا بدك تضطر تحل المعادلات مثلا فرضنا في سؤال مثلا زي هذا 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 بالضبط اسمع قول هذا ممكن يجي مثلا زي هيك فاخذ مثلا طلب ايش طلب اف سي فبقول لك اوجد الرياكشن عند سي فشو عمل الدكتور غير لهم 900 هاي شطبها حط لكل طالب رقم حطها بي اف بي تساوي زي الاستاتيك عندكم 1500 1600 1700 فشو بيعمل الدكتور شو يعني ما حل السؤال كامل هو طلب منك اف سي كل الطلاب بدهم يطبقوا نفس الخطوه سيجما مومنت عند الواي فكل الطلاب اف سي في 0.6 ناقص بدل 900 كل طالب حط رقمه 700.4 600.4 يعني هكذا بده يجيب الدكتور او باخذ مومنت الاكس بطلع بزد فالدكتور اذا بده يجيب لكم شيء على 3 دي راح يجيب لكم سؤال حله كامل لا راح يجيب لك زي هيك خطوه يعني اوجد البي زد بي زد كيف بوجدها بدي اضطر اوجد الواي مثلا بدي اوجد كذا ما راح اجيب لك شيء حل معادلتين او ثلاثه هاي انا حسب خبرتي شفته بال 3 دي الدكتور يعني كان بسيط وهو اصلا ممكن قال لكم هيك هذا سؤال شو طالب رياكشن عادي هاي وزنها كي وهاي بعملها بوزيشن فيكتور ويونت فيكتور بوزيشن فيكتور يونت فيكتور ولكن هاي بتعمل لي ثلاث رياكشن كانه خلينا نكون نجرب نشوف كم شاطر ولا لا بتعمل رياكشن ثلاث ولا لا ثلاث رياكشن تعمل شايف صرت فنان 3 دي فبتعمل ثلاث رياكشن بطبق اكس واي ومومنت هاي شو اعمل سيجما ام اكس سيجما ام زد سيجما ام واي طبق سيجما اف واي بعرف شو بدي اطبق اصلا ما اظن قوه فيه نفس الشيء في عندي كيبلين كيبل من هون وكيبل من هون طيب ال A بتعمل ثلاث رياكشن والسي اصلا هو معطينا فورس وحل عادي يعني قلب يعني هو قلب الشابتر اخر شيء فيكتور وزي ما تقول تمشي ال 2 دي مع ال 3 دي انه سيجما اف واي سيجما اف اكس سيجما اف زد سيجما مومنت اكس واي زد وهيك شابتر 5
هذا الفندمنتال بروبلم دائما يعني هم بيكونوا شايفين يكون اللي بعدهم تقريبا. هاي ملخص للتشابتر. لود موزع 3D لا تخاف منه عادي يعني توزعون مباشرة فوليوم. ان شاء الله هيك نكون في حد ندوس على التشابتر اللي قبل مرة راجع الايام السريع فخلص يا اخي. تشابتر 2 شو بقول تشابتر 2 هاي في فكرة تاعت انه هو يعطيك القوة المحصلة وانت بدك تحط القوة المحصلة تخلط على الاكس وعلى الواي. هاي جابها جابها بالكوز الاول وجابها بالسنوات او محطة بالدوسي يعني وشرحتها بالمراجعة يعني حتى شعرت هاي ما لحقتها لا حتى لا هاي نهان نجي عليها بس عارف وراها هاي الكتاب مكتاب هيها لا لا وجود لا وجه من الكتاب. انا لما حليت السؤال تاكدت من حلي بعد ما حليت النموذج الاول انه مضجع من الكوز الاول ما حل مساحتكم في كله اخر 10 دقائق كان عندي محاضره فانه كان السؤال بالضبط مثلها بالضبط يعني ولا فانه هو معطيني انه المحصله 80 هون 80 فالمحصله على اكس يعني سيجما اف اكس شو بيساوي 80 كوساين 45 هذا شو بيساوي؟ بيساوي كل القوة اللي بالسؤال بيساوي كل القوة اللي بالسؤال يعني اف كوساين ثيتا اف وقف الريكورد خلينا نتناقش ترى تشابتر 2 اصعب تشابتر من التشابتر الثاني